من بعض الجهات؟ لا مخو حظه؟ مخو حظه معناتها اليوم كي يتعدى في وقت متأخر أو يتحط في المرتبة التاسعة في نسب الآراء فما شوية ظلم ولا؟ هو تحط مخر التلفزة الوطنية تعرف شنو تعمل يعني البرودوي متاعها، يعني نرجع نقوله اللي هو البرودوي متاعها، وهي أدرى باللي تعمله، هي تحب تحطه التسعة بتاع الليل، تحب تحطه العشرة، هي أدرى متاحة حاجة متاحة هي. والإعادة مش نلومه على بتتر اللوم على الإعادة، ما فماش إعادة لا يوتيوب لا بلاتفورم لا حد شيء، اللوم كان الحاجة ذيك هي. هو راهو معناتها يقلق ياسر، فما ناس مثلا يلزمها تتفرج مثلا ما تلقاش كيفاش تتفرج اذا كان ما شفتوش في الوقت البث. ما 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 انا اللوم كان على الحاجه هذيك انه خليت العبيد تمشي للبيراتاج. بتتر هي كان عملت بلاتفورم ولا هي كان عاودته، بتتر هي تزيد تربح منه، فهمت؟ على خاطر الجبل الاحمر مسلسل نحبه ولا نكره، مسلسل ضارب. الجبل الاحمر بالنسبه لي نحن جبل اللي هو النمره واحد في تونس قبل حتى فلوجه. نمر واحد في تونس الجبل الاحمر. باهي باش نحكيو من بعد على نمر واحد ونمر اثنين، خلينا في الـ في الـ في الجبل الاحمر. باهي كان بحذايا محمد سياري وكان بحذايا شدلي عرفاوي، حكيو على الصنصره من التلفزه الوطنيه. هذا 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 اللي خلينا اكثر ما نفهموش العمل سورتو في الحلقات الاولى. بتتر هما بتتر انا بالنسبه لي انا السيكونس بتاعي كل شفتهم، ما تصنصرت حتى سيكونس منها. بالنسبة لي أنا منشوفش نحكي على صنصرة. مع أم ضد؟ مع أم ضد شنو بالضبط؟ الصنصرة أو المونتاج الثاني. أنا اللي نحب نوصله أني ربيع تكيلي خدم خدمة أعطاها لما ليها وهي حرة فيه تعمل إيش تحب. حتى كي بين ذا فرين تنجم تفسدوا العمل، العمل متاعها هي اللي صرف عليه واضح به.